يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع حضراتكم، وطبعا تحياتي في البدايه لكل اللي بيتابعونا. ومع الحلقه بيبدا الحلم، مشوار منتخب مصر في كاس العالم اللي بيفصلنا عن ضربه البدايه في 24 ساعه بالتمام والكمال. تخيل كده وانا براجع شريط وذاكره الكره المصريه انه الانجاز الوحيد الذي لم يتحقق في تاريخ الكره المصريه بمختلف اجيالها هو قصه كاس العالم. حقيقي يمكن تاهلنا قبل كده بس ما قدرناش نحقق حتى فوز يتيم. والكلام طبعا عن النسختين الاقرب، انا يمكن ما اعرفش في ايطاليا اعتقد 34 عملنا ايه، لكن الكلام عن نسخه 90 نسخه 2018 اللي شفتهم وتابعتهم وتابعت تاهل منتخب مصر ليهم كان اقصى طموحاتنا فيهم ان احنا نحقق فوز يتيم، وهو ما لم يحدث. يمكن تعادل مره مع هولندا، تعادل هناك مع ايرلندا، تعادل مره مع الاوروغواي، فيما عدا ذلك حتى لم يستطيع المنتخب المصري تحقيق فوز وحيد في اهم مشاركه هي بطوله كاس العالم. من بكره يبدا مشوار طويل هيمتد على مدار المرحله دي، المرحله الاخيره من 23 مرورا ب 24 ووصولا لختام المشوار في 25 قبل ان شاء الله باذن الله. واعتقد انها في المتناول لانه الفرصه ابدا لم تكن اسهل في التاهل لكاس العالم. هتكون المرحله الاخيره من التصفيات لكاس العالم 2026، امريكا، كندا والمكسيك. ليه بقول الحلم؟ لانه حلم المصريين النهارده ما بقاش بس التاهل للبطوله بقد ما كان او سيكون يعني تحقيق انجاز حقيقي يضاف ويليق بتاريخ مصر في كره القدم. احنا حققنا كل حاجه. مفيش انجاز في كره القدم على مستوى القاره ما حققناهوش. بطوله امم افريقيا فوزنا بيها بسبع القاب واحنا اصحاب الرقم القياسي مع عدد وصول للمباريات النهائيه كتير. على مستوى الانديه كل البطولات تقريبا، كونفدراليه، سوبر افريقي، دوري ابطال، كاس الكؤوس الافريقيه، ايا كان مسمى البطوله قدرنا نحقق فيها انجازات كتيره جدا. والاهلي طبعا هو صاحب المقام الرفيع، هو صاحب العدد الاكبر من البطولات الافريقيه والقاريه، والتاني على مستوى العالم بعد ريال مدريد. على مستوى اللاعبين عندك اجيال حدث ولا حرج واسماء حفرت اسمها بحروف من نور مش بس في تاريخ الكره المصريه، في تاريخ الكره الافريقيه. خطيب، الشاذلي، دوزوي، تريكا، وليد، حازم، عبد الستار، زيدان، احمد حسن، عماد متعب، وبركات، وغيرهم وغيرهم كلهم الحقيقه والشناوي طبعا كلهم حققوا القاب على مستوى اللاعبين في قاره افريقيا، وكلهم الحقيقه كانوا دايما موجودين ضمن القائمه الافضل او المنافسه على المستوى الافضل في قاره افريقيا. فبالتالي ما عندكش شيء ما حققتوش باستثناء الحلم، والحلم المره دي مش بس في المتناول، وانا بتكلم مش بس عن التاهل، لكن اعتقد كمان انه حلم المصريين ان هم يروحوا لبعيد. مجموعتنا نسبيا نسبيا يعني لغايه لما نشوف ونتابع نسبيا هي الاسهل على الاطلاق. ما قابلناش قبل كده مجموعه في تصفيات كاس العالم بالمستوى ده من السهوله. 10 لقاءات بتفصلنا عن حلم التاهل، والاهم هل ينجح فيتوريا في قياده الجيل ده من اللاعبين المصريين لتحقيق الحلم؟ هل ينجح في تحقيق انجاز في بطوله كاس العالم؟ لانه ابدا ما اعتقدش في مجموعه بتضم اثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو انه حلم المصريين يقتصر على التاهل. بالتاكيد حلمنا يروح لبعيد. هنتابع معاكم في حلقه النهارده مباراه بكره ان شاء الله، ونحاول نقرا منتخب جيبوتي ومن بعده سيراليون، الماتش اللي ممكن يكون اصعب شويه، ونتابع كمان تصريحات روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي النهارده اللي اتكلم فيها عن كتير من الملفات، واهمها طبعا الجدل اللي اثير مؤخرا عن اختياراته واستبعاد بعض الاسماء وضم بعض الاسماء اللي ما كانتش متوقعه. هنشوف ونقرا ده، وهنقرا بالمناسبه بما ان احنا داخلين عن كاس على كاس العالم يهمنا كمان نقرا بالارقام وبالاسماء دلالات المحترفين المصريين الموجودين في او بيلعبوا في الدوري المصري واللي انضموا بالفعل لقوائم منتخباتهم في تصفيات كاس العالم المؤهله لكاس العالم 2026. قبل ما نبدا موضوعاتنا وندخل في التفاصيل فاصل ونرجع لحضراتكم.